السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمام أفران حرق الجير الموجودة على طريق الأوتوستراد بالقاهرة، الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا. تركب أي حاجة من السيدة عيشة في طريقها للمعادي وانت على طريق الأوتوستراد، وقبل الطريق الدائري بحوالي 200 متر لو بصيت على يسارك هتلاقي الأثر المهم بتاعنا واللي موجود تحت جبل المقطم بحوالي 100 متر واللي احنا بنشوفه في نهاية الصورة. الأثر ده أنا كنت دايماً مفكر إن هو له علاقة بشريط السكة الحديد، وإن شريط السكة الحديد كان بيعدي من النص من هنا، لغاية ما عرفت إن القضيب بيعدي من تحت كوبري التونسي وهو متجه للجنوب لحلوان والبساتين والمعادي في الناحية دي. سألت المهندس محمد أبو العمايم وهو مشكور، هو اللي قال لي إن دي قمائن للجير، يعني أفران حرق للجير، وأرخها بنهايات القرن التسعتاشر أو بدايات القرن العشرين، يعني أكيد عمره أكتر من 100 سنة. وهو قال معلومة خطيرة جدا، قال إن ده الأثر الوحيد على مستوى القاهرة اللي بالشكل ده. وأنا قلت له وممكن كمان يبقى على مستوى مصر الإسلامية، وياريت اللي يعرف حاجة بالشكل ده على مستوى مصر عمره أكتر من 100 سنة ياريت يقول لنا. لكن الحاجة الأخطر بقى إن ده مش متسجل أثر، هو كان عبارة عن فرن. احنا ندخله دلوقتي. الحجر الجيري اللي هو كربونات الكالسيوم اللي كان بيتحرق في درجة حرارة من 900 لـ 1000 علشان يطلع منه أكسيد الكالسيوم اللي هو الجير اللي احنا بنستخدمه سواء في عملية البناء أو الطلاء. حتى واحنا داخلين هنلاقي فيه باب اهو، ده الفرن اللي كان بيتم الحرق فيه. لما جيت حتى من كام يوم انا والدكتور مصطفى هو قال لي ان هو ملاحظش يعني ان في حرق، لا هي باينه لو ركزنا هنلاقيها باينه معانا. وده من فوق، معرفش بقى هو كان اكيد ما كانش يعني اكيد كانت مفتوحه كده، بس كل ما بنطلع فوق البناء بيضيق واضح. يعني انا عندي محاضره بكره ان شاء الله في معرض الكتاب بكره الحد 26 يناير الساعه 3 في بلازا 1 قاعة الفنون التشكيلية، هتبقى بعنوان عمارة وفنون مصر الإسلامية، وإحنا بنزور الأماكن دي كل يوم جمعة وسبت. الجمعة الجاية 31 يناير هنروح منطقة باب الوزير والضرب الأحمر، ممكن حضراتكم تشاركونا، والتجمع هيبقى عند باب زويلة الساعة 10. ما تنسوش تعملوا شير، أشوفكم إن شاء الله في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.